لماذا الآن قررت الولايات المتحدة فتح هذا التحقيق والجريمة تمت منذ شهور؟ تحياتي لكم والمشاهدين ولضيفك الكريم. الحقيقة يعني جاء هذا القرار الأمريكي بفتح تحقيق في شأن مقتل الشهيدة شيرين أبو عاق لنتيجة الضغوطات الداخلية على الإدارة الأمريكية وخاصة على وزارة الخارجية، هنا الجالية العربية والجالية الفلسطينية، وأيضا هناك مشرعون أمريكان وقعوا في السابق عريضة قدمت إلى الرئيس ولوزير الخارجية للبدء في تحقيق مستقل من الإدارة الأمريكية بواسطة المخابرات الاف بي اي للتحقيق في هذا، في مقتل الشهيدة شيرين أبو عاقلي، لأن التحقيقات الإسرائيلية التحقيقات غير لا يعني ليست لها أي مصداقية، لا يمكن للقاتل أن يحقق في جريمته. وهذه هي فعلا من هنا جاءت هذه الدعوات الداخلية الأمريكية إلى فتح تحقيق في هذا الشأن، في شأن شيرين أبو عاقلي. هناك ضغوطات دولية أيضا، لأن مقتل شيرين أبو عاقلي ليس فقط يعني شيرين أبو عاقلي أصبحت رمز لكل الصحفيين، لكل أحرار العالم، لكل من يقاوم الاحتلال بالقلم بالإعلام من خلال وسائل الإعلام. وشيرين أبو عاقلي أصبحت رمز لا. للمقاومة لا. رمز للحرية. فلذلك هناك ضغوطات كبيرة على الإدارة الأمريكية، وأعتقد أن الإدارة استجابت لهذه الدعوات.